عاجل يا اخوان، فابريزيو رومانو يؤكد ابراهيم دياز اختار المغرب على اسبانيا. انا يعجبوني باللعيبه هذا، شنو والله ما يعجبني لا لعبهم ولا يعجبني ادائهم ولا يعجبني اي شيء، يعجبني انه ما يتخلى عن وطنه لاجل شيء ثاني. هنيئا للمغرب وهنيئا لمنتخب المغرب، نجم كبير جدا راح يفرق مع المغرب رسميا. ابراهيم دياز اختار تمثيل المنتخب المغربي، بصراحة انبسطت كثير من الخبر. ابراهيم دياز اللي لم يتلقى ولا استدعاء من مدرب منتخب اسبانيا قرر بشكل رسمي تمثيل المغرب، وكل التوفيق اكيد لابراهيم دياز وكل التوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم. بصراحة هذه ضربة معلم، وبالنسبة لي اشوف انه هذا افضل انجاز بعد انجاز نصف نهائي كأس العالم، انك انت تقدر تخطف موهبة كابراهيم دياز، بصراحة شيء كبير. المواهب كثيرة في المغرب، ولكن ابراهيم دياز بكل تأكيد هو ألمع موهبة للمغرب الآن على حسب رأيي. ابراهيم دياز قدم موسم كبير جدا مع ريال مدريد، وبكل تأكيد راح يفرق مع المنتخب المغربي. كل التوفيق لابراهيم دياز، وكل التوفيق أكيد للمنتخب المغربي فيما هو قادم. ابراهيم دياز أصوله مغربية وجنسيته الأصلية إسبانية. ابراهيم دياز الموسم هذا مع ريال مدريد مرعب وخرافي، راح يضيف شيء كبير للمنتخب المغربي. يا ود اقسم بالله تحسه كذا ميسي على شبيه على مارادونا، على كله مشبك مع بعض. واضح ان المنتخب المغربي عام 2026 ناوي على كاس افريقيا، وعام 2027 ناوي على كاس العالم. مين الاول يا دياز؟ مين الاول يا رجل؟ هاي الاخبار اللي بتفتح النفس. الولد يا اخوان رائع رائع رائع، راح يفرق كثير للمنتخب المغربي. بالتوفيق لمنتخبنا المغربي، وبالتوفيق لابن المغرب ابراهيم دياز. واللاعب اعطى الضوء الاخضر للمدرب المنتخب المغربي الرقراقي انه يضيف اسمه مع قائمه المنتخب المغربي، وتعرفون انه ابراهيم دياز راح يكون له دور كبير مع المنتخب المغربي. خبر صار لاخواتنا المغاربه اكيد هو منتخب اسود الاطلس، ولو صحت هاي الاخبار هنيئا للمنتخب المغربي في إبراهيم دياز، لاعب كبير لاعب عظيم بيلعب في صفوف أفضل نادي في العالم هو ريال مدريد، والمنتخب الإسباني خسر لاعب من الطراز الرفيع. بنتمنى أنه يكون الخبر صحيح ونقدر نشوف إبراهيم دياز بيلعب في صفوف المنتخب المغربي، راح تكون تشكيلة مش طبيعية. أي نعم، ديما مغرب ألف مبروك صراحة، يعني قطعة منضافت للمنتخب المغربي صراحة العالمي. اي نعم، المنتخب المغربي منتخب عالمي، وابراهيم دياز الصراحة راح يكون نجم كبير راح يفرق مع منتخب بلده كثير جدا جدا. دياز من اللعيبة اللي احبهم. القرار النهائي رسمي، ابراهيم دياز حيمثل المنتخب المغربي. دحين كل شوية راح نشوف إبراهيم دياز مستدعى للمنتخب المغربي عشان إفريقيا طول الوقت، كل سنتين طبعا إفريقيا عندها بطولة. رسميا إبراهيم دياز قرر تمثيل المنتخب المغربي، يرجع لأصوله إبراهيم دياز. اللي مو عارف، أساسا إبراهيم دياز إسباني لكن أصوله مغربية، قرر يمثل منتخب المغرب. أسود الأطلس، كأس العالم الجاي ناويين على إيش؟ الثاني ولا إيه؟ هو قولولنا. بس معقولة مع قدوم إبراهيم دياز نشوف زياش خلاص يصير في الدكة؟ بعد مكان امام خيارين كثير صعبين، اما تمثيل منتخب اسبانيا اللي حقق كأس العالم، او تمثيل منتخب الاصل اللي هو المنتخب المغربي والعودة الى اصله. لاعب نادي ريال مدريد المغربي ابراهيم دياز يقرر تمثيل المنتخب المغربي على حساب منتخب اسبانيا، راح للاصل يا كبير. ابراهيم دياز رسميا يختار تمثيل منتخب المغرب. تقول لي الخبر ده اشاعه ومش حقيقي والصوره فوتوشوب؟ هقول لك لحظه واحده، ان التاكيد جاي من عام صحفيين العالم فابريزيو رومانو اللي أكد أن إبراهيم دياز اختار تمثيل منتخب المغرب مش منتخب أسبانيا، إن الإعلان الرسمي هيكون قريب جدا، وكمان الخبر اتأكد من صحيفة الماركة الأسبانية. الصورة دي كانت منتشرة النهاردة الصبح وكله كان عمال يقول إن هي فوتوشوب، لكن أظن إن بعد تأكيد فابريزيو رومانو ما عادش حد هيتكلم. اليوم مبروك للمغرب ومبروك للمنتخب المغربي تمثيل إبراهيم دياز، واحد من أهم المواهب اللاعبين في تشكيلة ريال مدريد في الوقت الحالي. هذا هو ولد الشمس والسقية الحمراء، هذا هو المغربي الأصيل اللي اختار منتخب المغرب وما اختار منتخب إسبانيا بعد لامين يامال. هذا هو المغربي الاصيل اصلا. انت يا لامين يامال فضلت منتخب اسبانيا ليش؟ انت مفكر منتخب اسبانيا زي زمان اعلاميا اقوى من المغرب؟ والله المغرب اقوى من اسبانيا، اقسم بالله المنتخب المغربي اقوى من المنتخب الاسباني، وشفتوا شو عملوا فيهم بكاس العالم. ولك اقسم بالله يا ابراهيم دياز راح تبدع مع المنتخب المغربي.
مغربي، وأنا زي ما أنا شايف لأنك أنت أصيل وعربي وفضلت المنتخب المغربي، راح تمشي أمورك 100% وراح تبدع مع هذا المنتخب. هذا المنتخب، المنتخب المغربي اللي قاعد يقدم أداء بآخر فترة كلياتنا بنشهد له. والله أقسم بالله إبراهيم دياز أفضل اختيار عملته، بعكس لمين يمال، ديما مغرب. Brahim Díaz, lo veremos con la roja, pero con la roja de Marruecos y no con la roja de España. Lo acabamos de dar en exclusiva en marca.com. Elige jugar con el país de sus ancestros, en concreto de su abuela paterna. Ha estado esperando la llamada de España, él quería jugar con España, ha estado esperando la llamada de España, no se ha producido ninguna convocatoria, no se ha producido ninguna llamada de cariño del seleccionador, no se ha producido ninguna llamada de cariño de la federación, y por eso Brahim decide jugar con Marruecos. Ahora hay que ver si en este mismo mes de marzo Marruecos le puede llamar para los amistosos que tendrá a finales de mes, pero la noticia es esa, veremos a Brahim con la roja, pero con la roja de Marruecos, no con la roja de España. Una pena para nuestra selección, pero Brahim Díaz jugará con Marruecos.